بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنتحدث في الحقيقة عن تأثير تناول الطعام في أوقات الصلاة على خفض الكوليسترول والدهنيات الثلاثية. خلينا أوضح نقطة هون، إنه إحنا في عنا ما يعرف باسم النظام الاستقلابي في الجسم، وهو مجموعة التفاعلات الكيميائية الحيوية اللي من خلالها بتم إنتاج المواد وتحول المواد من شكل إلى شكل آخر وإنتاج الطاقة وكثير من الوظائف التي يحتاجها الجسم. الحقيقة ملك الاستقلاب على الإطلاق هو الكبد، والحقيقة أيضا أنه في كثير عنا من الأعضاء أو من الهرمونات، النظام الهرموني هو الذي يتحكم بالنظام الاستقلابي. عشان اكتشفوا أنه لنظام الاستقلابي في شيء بسموه سيركارديان ريذم، يعني اللي هو ساعة البيولوجية، يعني النظام الاستقلابي بيرتفع بمعدل معين في النهار بيقل في الليل، حرارة الجسم ترتفع بمعدل معين بتقل بالليل، درجة تسرع القلب، درجة معدل التنفس، الضغط الدموي الشرياني، معدل النبض، كل هذا بتلاقيه في النهار أعلى من في الليل، وبالليل بيكون أخفض ما يكون وبالنهار بيكون أعلى ما يكون. مين بتحكم بالعملية هذه؟ النظام الهرموني. الآن من الاستقلاب أو الشيء اللي يستقلبه الجسم الكوليسترول. الكوليسترول هو واحد من الأشياء الأساسية. الكوليسترول حقيقة يدخل في تركيب جدار الخلية، يعني ما في خلية من خلايا في الجسم خصوصا الخلايا العصبية إلا في بجدارها الكوليسترول. والدهون هذه تخزن، يعني لما الواحد يسمن ما هاي دهنيات ثلاثية تكون عادة تحت الجلد، ولكن في دهنيات ثلاثية تخزن حوالين الأحشاء، يعني حوالين بالبطن أكثر إشي. لاحظوا أنه هذه الدهنيات الثلاثية اللي بتخزن في البطن هي أكثر إشي بتسبب مشاكل متلازمة الاستقلابية. شوفوا اسمها متلازمة استقلابية، تتميز بارتفاع الكوليسترول، ارتفاع الدهنيات الثلاثية، حدوث السكري، سمنة جذعية هي هذه بتترك، ارتفاع بالضغط الدموي الشرياني، واحتمال حدوث لا قدر الله تصلب في الشرايين أو يعني أي شيء يتعلق بالتصلب مثل الذبحة الصدرية أو الجلطة أو ما شابه. تمام؟ طيب الآن لاحظوا أنه الهرمونات تتحكم بالنظام الاستقلابي. عشان هيك لاحظوا مثلا أنه قصور الغدة الدرقية على سبيل المثال يترافق مع ارتفاع الكوليسترول والدهنيات الثلاثية، تخيلوا. أيضا أي مشكلة في الغدة الكظرية يترافق مع خلل في الكوليسترول والدهنيات الثلاثية. إحنا الآن طبعا من خلال المبدأ الأول اشتغلنا على فكرة إعادة بناء الكبد. طيب هل هذا بيكفي؟ إحنا نرى أنه لا يكفي، يجب تفعيل النظام الهرموني. ليش؟ لأنه كما قلنا النظام الهرموني هو الذي يتحكم بالنظام الاستقلابي، وقلنا إن هناك كثير من الأخطاء والخلل الذي يمكن يحدث في حياة الإنسان، نمط الحياة مثل السهر بالليل على سبيل المثال، مثل الصحو متأخر بالنهار برضو، عدم تناول الطعام بأوقات صلاة، كل هذا بيؤدي إلى عدم تفعيل النظام الهرموني. بذكر إنه النظام الهرموني هو أحد نظامين قائدين في الجسم، الأول هو الجهاز العصبي والثاني هو الجهاز الهرموني. عشان هيك تفعيل النظام الهرموني له دور كبير في تفعيل النظام الاستقلابي، وهذا بدوره إن شاء الله بيساعدنا في ضبط الدهنيات الثلاثية والكوليسترول وكثير من الوظائف الاستقلابية الأخرى بإذن الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للنظام الهرموني حبيت أوضح نقطة مهمة جدا، إنه إحنا بإذن الله بعد ما نطبق المبدأ الأول للعلاج بالتغذية، اللي مبدأ اللي نعتمد من خلاله على تبدل الخلايا وتغير الغدد وبناء غدد جديدة، نقول إنه هذا لوحده لا يكفي. النظام الهرموني والغدد تختلف عن سائر أعضاء الجسم، لأنه هي سبحان الله تفرز هرمونات، وما ننسى أن النظام الهرموني هو أحد نظامين قائدين في الجسم، النظام الأول هو الجهاز العصبي والثاني هو النظام الهرموني. عشان هيك إحنا دائما قلنا أنه جزيئات الهرمونية وجزيئات مركزية، كل جزيء هرموني واحد يؤثر على 100 مليون تفاعل، وليس تفاعلين أو 3 أو 10 سبحان الله. وهذه من خصائص النظام الهرموني. النظام الهرموني لا يكفي بناء غدده ولا يكفي إعطاء الغذاء، إنما يجب أن يكون فعال. ووجدنا في الحقيقة في بحث كبير أنا عملته في جامعة ويست مينستر في بريطانيا، أخذت عليه رسالة الماجستير في الطب البديل في جامعة ويست مينستر في بريطانيا، إنه
تناول الطعام أوقات الصلاة أو توقيت الطعام هو أفضل ما يفعل النظام الهرموني. وهذه القاعدة ليست من عندي، في الحقيقة إحنا أخذناها من سورة الأعراف في القرآن عندما قال الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. طيب ليش تناول الطعام في أوقات الصلاة بيضبط أو بيفعل النظام الهرموني وبيقويه؟ أولا نحن نصلي في أوقات حركات الشمس الرئيسية الفاصلة، يعني مثلا الفجر هو فاصل بين الليل والنهار، المغرب فاصل بين النهار والليل، الظهر الزوال عندما تكون السماء في وسط السماء في تكون الشمس في وسط السماء هو الفاصل بين ظل يمين وظل يسار، العصر هو فاصل بيني وبين طول ظلي، قبل العصر ظلي أقصر، بعد العصر ظلي أطول، والعشاء فاصل بين النور بقايا النور والظلام الدامس عندما يغيب الشفق الأحمر. هذه أوقات الصلاة. الآن العلم الحديث يكتشف أن الله سبحانه وتعالى خلق لنا بين الأذنين بالضبط، إذا بدخل جوا إلى وسط الدماغ أصل إلى غدة اسمها الغدة الصنوبرية، تشبه كوز الصنوبر الصغير سبحان الله، وهذه الغدة فيها جينين تايمليس وبيريود، هذول الجينين بيخلوها تعمل مع دورة الليل والنهار بالدقيقة والثانية. مش بس هيك، هذه الغدة مشبوكة مع العصب البصري، يعني العصب البصري يعطيها إشارات، يقول نحن الآن في النهار، أخذنا إشارات من النهار، فجين النهار شغال صح يعني بيشيك عليها، إحنا الآن في الليل في إشارات من الليل، فجين الليل شغال صح. طيب متى أشعر في هذه الغدة؟ هذه بالحقيقة نشعر فيها عندما نسافر مسافات بعيدة. افرضوا أنا الليلة رحت سافرت على أمريكا، تمام؟ تيجي الساعة 12 في الليل في أمريكا، أنا مش عارف أنا ليش؟ لأنه هي ساعة 12 الظهر في الأردن مثلا أو 12 الظهر في بريطانيا، طب أنا مش متعود أنا ساعة 12 الظهر في بريطانيا. إيش اللي حصل؟ الحصل أنه أنا لما سرت بسرعة شديدة جدا ضيعت لهذه الغدة. هذه الغدة معتادة كل يوم حسب الساعة الموجودة في إيدي أنه الساعة 6 مساء يأتي الليل، طيب نفس الساعة ما زالت موجودة في إيدي وصارت 6 مساء ولكن ما أجى الليل في أمريكا، طب هل ستبقى الغدة هذه ضائعة الأبد؟ لا أبدا، هذه الغدة مشبوكة مع العصب البصري، ستبدأ تأخذ إشارات من الليل والنهار الموجود في أمريكا. 4-5 أيام بيصير شيء عندي اسمه الجيت لاج، تأخر الطيارة، وجع بالرأس في النهار ومتنكد في الليل مش عارف أنام وأشعر بالأرق وما شابه. في اليوم الخامس أبدأ أنام في الليل وأصحو بالنهار مثل العالم والناس الموجودين في أمريكا، والفضل لله سبحانه وتعالى أولا ثم لهذه الغدة وارتباطها بالعصب البصري وإعادة برمجة نفسها عشان تعرف وقت الليل والنهار. طيب شو وجدنا في البحث؟ وجدنا في البحث سبحان الله إنه تناول الطعام أوقات الصلاة بين مزدوجين أوقات حركات الشمس الرئيسية يضبط كفاءة وفعالية الغدة الصنوبرية لتعمل 100%. الكفاءة والفعالية نحن نسميها الإفكاسي والإفشنسي. طب ليش هي كم تعمل حاليا؟ إحنا وجدنا في البحث في العينة اللي عملنا عليها الدراسة تعمل بين 20 إلى 50% كفاءتها فقط. أوف، طب ليش هيك منخفضة بهذا الشكل الكبير؟ بدينا نبحث، عملنا كويستشنير يعني مجموعة من الأسئلة، صاروا الناس هذول يسألوا، صرنا نحلل الأسئلة، فوجدنا في الحقيقة سببين رئيسيين لتدني عمل وكفاءة الغدة الصنوبرية. السبب الأول هو السهر بالليل، ولذلك إخوان اللي أنتوا سامعيني الآن وأنا بتكلم معكم بدياكم تنتبهوا على هذه النقطة، السهر بالليل يعتبر من الأشياء التي تفاقم، وإذا يعني يمكن الواحد يراجع حاله يقول والله بالفعل أنا بالفترة اللي بدأ فيها المرض كان عندي ظروف كنت أنا أسهر بالليل وأنام بالنهار. الله إيش يقول في القرآن؟ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، يعني يقول اسمعوا الكلام، وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. أيضا يقول قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل إيش تسكنون فيه. إذن الليل هو للسكون، الناس ما تسكن، منجوب الناس في المولات وعلى الكورنيش وبتفسحوا وبيشوفوا مباراة برشلونة وبيشوفوا سهرانين، ولا كأنه الله أمر سبحانه وتعالى السكون بالليل، لأنه هذا جزء حنشوف أنه جزء من خلل قانون الدوران الإهليلجي بصير عندنا وبيؤدي إلى حدوث مرض أمراض المناعة الذاتية. السبب الثاني الذي يجعل الغدة الصنوبرية سبحان الله تعمل 20 إلى 50% من مستواها هو عدم تناول الطعام في أوقات الصلاة. لماذا؟
الغدة الصنوبرية هي ساعة بيولوجية مركزية، شفنا فيها الجينات تبعونها الجينين الاثنين ومربوطة مع العصب البصري وتضبط وتعيد برمجة نفسها حسب الزمان والمكان، مفروغ منه. الساعة البيولوجية الموجودة في الأنسجة المحيطية، في الجلد، في الكبد، في العضلات، في المفاصل، في القلب، في الأمعاء الدقيقة، في الأمعاء الغليظة، في الصفيحات الدموية، في الدم، في كل مكان، ليس لها علاقة بالساعة المركزية. طب الساعة البيولوجية الموجودة في الأنسجة المحيطية هذه مين بيشغلها؟ مين بيشغل الجينات تبعتها؟ وجدوا إنه توقيت الطعام. طيب شوفوا شو بصير لما أنا أنام مبكر وأصحى مبكر وأفطر مع صلاة الفجر كما كان أجدادنا يفعلون. اللي حيحصل إنه الساعة المركزية حتبدأ تعمل من الفجر، تمام؟ وأنا برسم الآن منحنى، أنتم مش شايفين المنحنى، مرسم منحنى مثل الموجة، موجة بدت مع الفجر صعدت وصلت عند صلاة الظهر وصلت للقمة ثم نزلت وصلت عند المغرب للقاع مرة أخرى، تمام؟ طيب وأنا بنفس الوقت بديت أفطر مع الفجر وأتناول الطعام بأوقات صلاة، حيبدأ المنحنى المحيطي برضو يطلع من الفجر يرتفع يصل إلى القمة إلى وقت الظهر ويرد ينزل عند المغرب. إذن الساعتين اللي هي الساعة المركزية والمحيطية متوافقين مع بعض. طيب لو أنا بنام الساعة واحدة أو ثنتين صباحا أكيد حصحى الساعة 10 أو 11 وبين ما صحصح ويجي على بالي أكل وحضر أكل صارت الساعة 12 أو 1. انظروا ماذا سيحدث. ستبدأ الساعة المركزية عند الفجر ويبدأ المنحنى يصعد عند الفجر ويصل قمة عند الظهر. الآن بدأ ينزل هو عند الظهر، أنا الآن صحيت وبدأ المنحنى الثاني يعمل عكسه، يعني منحنى طالع للأعلى المنحنى الثاني نازل للأسفل. شو نقاط الالتقاء بين المنحنيين؟ هي 20 إلى 50% فقط. طيب واحد هنا يقول ارتفعت وتحسنت كفاءة وفعالية الغدة الصنوبرية من 20% إلى 100%، شو أنا بدي أستفيد بالنسبة للنظام الهرموني؟ نقول هناك مجموعة من الدراسات مذهلة، وحقيقة وأنا بحضر رسالة الماجستير وقعت بإيدي هذه الدراسات وفوجئت في الحقيقة أنه في الطب لم يخبرون عنها، وأنا أتوقع وأقول أنه لازم كل طبيب في الحقيقة يعرفها. فوجدت لا أطباء النسائية يعرفوها ولا أطباء الغدد يعرفوها، علما أنه هي في صميم تخصصهم، وأنا نفسي ما كنت أعرفها لولا أنا أبحث في هذا الموضوع عن توقيت تناول طعام أوقات صلاة لما وجدتها. هذه الدراسة تقول أو هذه الدراسات تقول أنه نظام الهرموني نظام دوراني. عند المرأة شو اسمها؟ الدورة الشهرية. الأنسولين له دورة، أعلى قمة في إفراز صباحا أقل قمة مساء. أيضا الكورتيزول والألدوستيرون هذا اللي يفرز من الغدة الكظرية فوق الكلية له دورة، أعلى قمة في إفراز صباحا أقل قمة مساء. عندي هرمون الجونادوتروبين ريليسينج هرمون هذا يفرز من تحت المهاد وبينشط طبعا من الغدة النخامية ومن ثم المبايض والخصيتين. المهم هذا دورته 60 دقيقة، يعني خلال 60 دقيقة يصل إلى قمة وقاع، وكمان 60 دقيقة يصل إلى كمان قمة وقاع، وهكذا. هذه الدراسة تذكر معلومة مهمة تقول أي هرمون لا يخضع لدورته، يعني ما بيدور بشكل كامل أو صحيح، لا يعطيك مفعوله. يعني لو الهرمون وصل إلى نصف القمة التي يجب أن يصلها ونصف القاع بيكون مفعوله 50%، بالرغم أنه تركيزه في الدم إيش؟ نورمال. طيب لو وصل إلى ربع القمة وربع القاع بيكون مفعوله 25%، بالرغم أنه تركيزه في الدم إيش؟ برضو نورمال. بعد ما قرأت هذه الدراسة بديت أفهم. أول شيء أنا ما كنت أفهم، مش مريض السكري تايب 1 إحنا بنعطيه هرمون الأنسولين مش زي الهرمون اللي بجسمه؟ طيب ليش السكر ما يضبط في دمه بشكل ممتاز مثل الأنسولين الطبيعي؟ ببساطة لأنه الأنسولين الخارجي ليس له دورة، بيعطيني 40 50 60% من فعالية الأنسولين ولكن لا يعطيني 100%. وبديت أفهم ليش إنه الحالة الوحيدة اللي يضبط فيها السكري عند مريض السكري تايب 1 إنه نزرع له مضخة إنسولين إلكترونية تحت الجلد تفرز الإنسولين بنفس الطريقة الدورانية الطبيعية التي يفرزها الجسم وتعطيه شتات عند الوجبات. هذه الحالة الوحيدة التي يمكن ضبط السكر فيها 100%، سبحان الله، عن طريق مضخة الإنسولين، وأن أقلد النظام الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. طيب ولذلك سبحان الله مين بيخلي الهرمونات، كل الهرمونات السريعة والمتوسط السرعة والبطيئة السرعة واللي دورتها 60 دقيقة واللي دورتها 24 ساعة واللي دورتها شهر كامل، بيخلي هذه الهرمونات تصل إلى أعلى قمة وأقل قاع وأعلى قمة وأقل قاع وتكون في غاية الفعالية؟ نقول
هذه وظيفة الغدة الصنورية، بيسموها ضابط إيقاعات الساعة البيولوجية، ضابط إيقاع اسم على مسمى، كيف المايسترو الذي يقف أمام الفرقة الموسيقية، كل الفرقة الموسيقية تنظر إليه. طب ليش تنظر إليه؟ ليش ما يطلعوا على بعض ولا يطلعوا على الجمهور؟ لأنه كل واحد بده يضبط آلته مع حركة إيد هذا المايسترو. صحيح في عندي آلات بطيئة، وصحيح في عندي آلات سريعة، وصحيح في عندي آلات متوسطة السرعة، ولكن كله ضبط سرعته تماما مع هذا المايسترو. طيب المايسترو تبع الجسم هو الغدة الصنوبرية الذي يفعل فعالية الهرمونات كلها، ومن ثم هذا المايسترو نفسه أو الغدة الصنوبرية حتى تنضبط يجب أن تنضبط بدورتين، النوم مبكر والصحة مبكر، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، و تناول الطعام في أوقات الصلاة الدورة الثانية، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. سبحان الله. طيب كيف بدنا نعمل؟ بيكون عندنا التالي، الفطور بيكون عند شروق الشمس تمام، والغداء عند الظهر، والعشاء عند المغرب. على فكرة إذا عدنا إلى وراء سبحان الله بالذاكرة نجد إنه أجدادنا ما كان يأكلوا غير في هذه الأوقات، يطبقون قاعدة قرآنية دون أن يدرون، يعني على البركة على الفترة جاي معهم سبحان الله تمام. يبقى ثلاث وجبات صغيرة اللي هي الضحى، لأنه بين الفجر والظهر أنا عندي مسافة طويلة خصوصا في الصيف حوالي 9 ساعات فممكن أجوع، فعندي الضحى، والضحى سنة مؤكدة، والعصر والعشاء. أخذ لقمة، حبة فاكهة، صحن سلطة، صحن تبولة، مثلا صحن شوربة، أي شيء مهم في هذا الأوقات، ولا أكل خارج الأوقات هذه أبدا. هون بدي أركز على نقطة، إنه الغداء يكون عند الظهر مش عند العصر تمام، هذه نقطة مهمة، لأنه أثناء دراستي في الماجستير وقعت بإيدي دراسة أجريت في الجيش الأمريكي، أذكر إنه جابوا الجنود مجموعتين افطروا عشاء نفس الوجبة في المقدار والتوقيت والنوع، الغداء نفس الوجبة في المقدار والنوع ولكن غيروا التوقيت، مجموعة أعطوهم غداء متأخر يعني الساعة 4 العصر، ومجموعة أعطوها غداء مبكر يعني الساعة 1 الظهر، والنتائج بعد شهر. كل واحد أخذ غداء متأخر زاد وزنه 3 كيلو، ارتفع الكوليسترول، ارتفع الدهنيات الثلاثية في دمه، ارتفع الضغط، ارتفع السكري، ارتفع مشعر الكريات البيضاء الالتهابية، يعني العملية الالتهابية والمناعة في جسمه زادت. كل إنسان أخذ الساعة 1 الظهر نزل وزنه 2.5 كيلو، نزل الكوليسترول والدهنيات الثلاثية، انخفض الضغط، انخفض السكري، وانخفض مشعر الكريات البيضاء الالتهابية. تخيلوا سبحان الله، نفس الوجبة صورة طبق الأصل تماما تماما، إيش الاختلاف الوحيد؟ هو التوقيت، فهذا التوقيت يعتبر مهم جدا. لاحظوا إخواني إنه في هذا النظام نطبق قانونين، أول شيء قانون الزوجية، فأنا عندي وجبة الفطور كبيرة، وجبة الضحى صغيرة، وجبة الغداء كبيرة، وجبة العصر صغيرة، وجبة المغرب كبيرة، وجبة العشاء صغيرة تمام، هذا قانون الزوجية. ونطبق في قانون بدء الخلق السداسي، هذا أحد قوانين نظام الغذاء الميزان، أنا كتبت فيه حوالي 500 صفحة يعني قانون كبير حقيقة. يبني في الكون هو مبني على 6، وإحنا لاحظنا هون عندنا 6 وجبات تمام، في وجبة الضحى لن أذكر كيف اكتشفناها، ولكن في يعني أشياء كثيرة، هذا ليس الموضوع، ولكن أعطيكم أمثلة. ذرة الكربون هي الذرة التي تبني العمود الفقري لكل من الكربوهيدرات والبروتينات والدهون، والكربوهيدرات والبروتينات والدهون هي التي تبني أجسام وخلايا كل الكائنات من الفيروس للإنسان. طيب ذرة الكربون ذرة سداسية فيها 6 بروتونات في النواة يطوف، و6 نيوترونات، ويطوف حواليها 6 إلكترونات. أيضا الغذاء الأول الذي يصنع كافة الأغذية بكافة أنواعها هو جزيء الجلوكوز، يصنع في ورق الشجر بعملية البناء الضوئي، ومن الجلوكوز بيطلع عنا الكربوهيدرات، الكربوهيدرات يضاف لها أكسجين بزاوية معينة فتصبح دهون، ثم يضاف لها نيتروجين وكبريت وفوسفور وتصبح بروتينة. جزيء الجلوكوز جزيء سداسي، في 6 ذرات كربون، كل ذرة كربون فيها 6 بروتونات و6 نيوترونات، ويطوف حواليها 6 إلكترونات. الدي ان اي اللي هو الحمض النووي الذي يبني كافة الصفات الوراثية لكافة المخلوقات من الفيروس حتى الإنسان هو عبارة عن سلم حلزوني، السلالم تبعت السلم هذه عبارة عن حلقات سداسية وخماسية، البريد البيورينات والبريميدينيات،
وعلى فكرة في عندنا قانون بدء الخلق السداسي، وفي عندنا قانون البناء الخماسي، هم قانون بنائيا، عشان هيك يد الإنسان سبحان الله فيها خمس أصابع، وبني الإنسان الإسلام على خمس، وعلم الغيب خمسة، وأركان الإيمان خمسة، هذا موضوع تاني تمام. ولكن احنا الآن نتحدث بقانون بدء الخلق السداسي. أيضا خلايا النحل فيها شفاء للناس، ليش؟ لأنه بنيت على قانون سداسي. تجربة مسارو إيموتو، هذا عالم ياباني، صار يتكلم يجمد الماء بعدين يتكلم معه، فلما يتكلم كلام طيب معه يقول له شكرا بارك الله، يعني يتكلم كلام طيب، يتشكل الماء بجزيئات سداسية مذهلة جميلة تشبه الألماس سبحان الله. ولكن لما يتكلم كلام بذيء ويهدد يقول سأقتلك الماء أو يشتم الماء، يجد إنه الماء لا يأخذ أي شكل أو يأخذ أشكال غريبة سبحان الله. والله يقول عن الكلمة أنها بناء، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. شو سبحان الله كيف كان قانون بدء الخلق السداسي، كل شيء يبني مبني على ستة، والله جعل من الماء كل شيء حي، والله خلق كل دابة من ماء. فهذا الماء، والله سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأرض خلقهم في كم يوم؟ في ستة أيام، وكان عرشه على الماء. طيب هذا معناته هذا ليس عبثا، في إشارات قوية في القرآن ونراها إحنا في الأدلة العلمية. أيضا الطفل عندما يولد كم رضع بيرضع؟ ست رضعات في اليوم. الله مبرمج، هذا جسمه ضعيف يحتاج إلى بناء، فهو مفطور على أن يرضع ست مرات. تجد الأم حديثة الولادة إن ولدها رضع وغيرت له بينام ثلاث ساعات، بعدين بيصحى جوعان بترضعه بتغير له بينام كمان ثلاث ساعات، هكذا ثلاث ساعات، لما يجي الليل بينام ستة أو تسع ساعات حسب طبيعة الولد. في النهاية كم رضع بيرضع؟ ست وجبات سبحان الله. نظام كلوا في القرآن وجدت مبنيا على ستة، كلوا لبني إسرائيل جاء ست مرات، كلوا للناس كافة جاء ست مرات، كلوا لأهل الجنة والنار جاء ست مرات، كلوا للأنبياء والصالحين بما فيهم السيدة مريم جاء ست مرات، وكلوا للمؤمنين جاء 12 مرة، ستة وستة، يعني فيها تأكيد سبحان الله. لا نعرف شو سر هذا القانون، ولكن أنا لاحظت أنه لما يكون في شخص مريض واضطراب فظيع في جسمه أنا أعيده إلى البيز، يعني أعيده إلى نظام الست وجبات، وهذا قانون بدء الخلق السداسي، يعني نحتاج إلى إعادة بناء وتنظيم في جسمه، ولاحظنا نتائج أفضل من برنامج فيه ثلاث وجبات أو برنامج فيه أربع وجبات أو خمس وجبات. برنامج هذا المبني على ست وجبات بيكون رائع جدا بإذن الله سبحانه وتعالى.